السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالك حبايبي طلاب الصف الثاني؟ اليوم إننا أخذ إن شاء الله يا حلوين يا أبطال الوحدة الثانية. شو يعني وحدة بالإنجليش؟ يلا يدورا. يونيت، إيش يعني يونيت؟ يونيت بمعنى وحدة. يونيت 2 بمعنى الوحدة الثانية. إيش معنى الوحدة هون؟ شو بدنا نعمل؟ in the kitchen. إيش يعني in the kitchen؟ بمعنى في المطبخ. شو يعني in the kitchen؟ في المطبخ. طبعا يا حلوين منأكد بالفيديو قبل ما تحضروه انه لازم البابا او الماما يكونوا معكو، كثير بيساعدوكو وكثير بيسهلوا الامور عليكو، بيقرأوا الخط هذا المكتوب. انا بعرف ان هذا الخط صعب عليكو تقرأوه، فعشان هيك لازم الماما او البابا يساعدوكو بالفيديو ويساعدوكم في قراءة الأحرف وفي تحريف الجمل للفظ الصحيح. هذا الإشي ما نقدر نعمله إلا بالمركز عنا. عشان هيك يا حلوين لازم الماما والبابا يكونوا جنبكم. يلا ناخد نفس، نهدأ ونسترخي، واحكي للماما خليها تعمل لايك، واحكي لها خليها تعمل سبسكرايب، كثير بيساعدنا في إنه هذا الكورس والكورسات زي هيك يكون متوفرة للطلاب، ولو ما تعمل مشاركة كثير بتخدم القناة. طيب يا حلوين يلا نيجي نطلع على ايه؟ على 1 listen and find. ايش يعني listen and find؟ بمعنى اسمع وجد. يلا بدنا نسمع يا حلوين وبدنا نشوف مع بعض ايش الاشي الموجود. period 2 language presentation. كنافة، رايس، meat, fish, chicken, salad. طيب يا حلوين ايش نحكى هون؟ نحكى هون عن انواع من الاكل. ايش انواع الاكل حكى عنها؟ كنافة، رايس. ايش يعني رايس؟ ارز. ايش يعني ميت؟ هاي ميت لحمة. سالاد سلطة. فيش بمعنى سمكة. chicken بمعنى دجاجة. يلا يا حلوين نسمع كمان مرة ونشوف شو بده يحكي. track 4.2 period 1 activity 1 listen and find. what do you like Tala? I like meat and rice. what do you like Sammy? I like chicken and salad. What about you, Mum? I like chicken too. And I like fish. Do you like kunafa? Yes, I like kunafa. Me too. طيب ايش حكوا يا حلوين؟ حكوا what do you like. ايش يعني what do you like؟ بمعنى ماذا انت تحب؟ شو انت بتحب؟ واحدة بتيجي بتحكي I like. شو يعني I like؟ انا احب. I like chicken. شو يعني chicken؟ دجاجة. I like fish. بحب السمك. I like salad. بحب السلطة. I like meat. لحمة. I like rice. أرز. I like كنافة. يعني كنافة. هون بتيجي بتحكي ايه على اللي بدك اياه. واضح يا حلوين؟ شو يعني what do you like؟ هيكو تحفظوها زي اسمكو. يلا احكوا وراي. what do you like؟ بمعنى ماذا انت تحب. طيب نيجي نطلع مع بعض ونكمل ايه دروس الاستماع. يلا track 15 unit 2 period 1 activity 2 listen and say. What do you like, Tala? I like meat and rice. What do you like, Sammy? I like chicken and salad. طيب. What about you, Mum? I like chicken too. And I like fish. Do you like kunafa? Yes,
I like kanafa. Me too. طيب يا حلوين يلا نطلع كمان مرة إيش اللي الحكي اللي نحكى. What do you like؟ ماذا أنت تحب؟ I like meat and rice، بمعنى أنا أحب شاني meat، لحمة، and rice والأرز. وهيك يا حلوين كل واحد حكى، احكي عن حالك إيش بتحب. I like كنافة. I like fish اللي هي السمك. I like salad اللي هي السلطة، وإلى آخره. طيب الحين يا حلوين بدنا ناخذ ايش ارقام بعد التن. listen and say، اسمع وقل. يعني نسمع وبدنا نحكي مع بعض ونشوف شو بدها الاشي يجي. track 16 unit 2 period 1 activity 3 listen and say. 11, 12, 13. طلع هون يا حلوين ايش هذا معنى 11؟ ايش يعني 11؟ 12، ايش يعني 12؟ 12 او 12 بنحكي له بالعربي. بعدها طلعوا 13، ايش يعني 13؟ 13. كمان مره 11 11 12 12 13 13. هذول يا حلوين بدنا نكون حافظينهم. طب كيف بدنا نحفظهم؟ انا بنصح الماما او بنصحكم تسمعوا اغاني بالارقام، كثير اسهل انك تحفظهم من الواحد للعشرين، ولا اسهل منهم كثير، راح تلقى اي شغلات زي هيك موجوده على اليوتيوب. طيب نيجي نطلع على اللي بعدها. يلا count and write، شو يعني count؟ بمعنى عد. عد and write واكتب. يلا نعد مع بعض يا حلوين وبدنا نكتب. يلا نعد 1 2 3 4 5 6 7، يعني كم عندنا هون؟ 7. طيب وهون يا ابطال كم عندنا هون؟ 1 2 3 3، في عندنا هون ايه؟ 3. طيب وهون يا ابطال يلا نعدهم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. فهنا 13 13 13 يعني 13. كديروا بالكم كتكونوا صاحيين وانتوا بتعدوهم. يعني هاي هي بدنا نعرف نعد من ايه؟ من 1 ل 13 حاليا، مطلوب منا لحد 13. طيب نطلع هون يا أبطال. يلا trace and copy بمعنى تبع، يعني إيش نسخهم هيك المعنى، وقل. and say trace and say تبع وقل. يلا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. هذول كلياتهم يا أبطال يا حلوين بدك تتبع وتحكيهم. طلع هون يلا read and match، يعني read بمعنى اقرأ، and و match وصل. يلا بدنا نقرأ ونوصلهم مع بعض. يلا I like chicken، شاني I like chicken؟ أنا أحب الدجاج. وين الدجاج؟ هاي هون chicken. يلا نطلع التاني، حاولوا اقرأوا يا حلوين. يلا هذا الحرف I، حاولوا خلوا الماما أو البابا يساعدوكم في القراءة. like كنافة، I like كنافة، أنا أحب الكنافة. وين الكنافة هون يا أبطال؟ هاي هون. يلا اللي بعدها I like meat، بمعنى أنا أحب اللحم. وين هو اللحم يا حلوين؟ هيا هون. اللي بعدها يا أبطال I like salad، بمعنى أنا أحب السلطة. وين السلطة؟ هيا هون. I like fish،
وين هو الفيش؟ شو بنحكي للفيش؟ السمك. هاي I like fish. السمك، أنا أحب السمك. واللي بعدها يا حلوين آخر واحدة، I like rice، بمعنى أنا أحب الأرز. وين هون أنا أحب الأرز؟ هيا هون بهذا الشكل. يلا match، منا نوصل. كل حرف الكابيتال مع السمول اللي زيه، أو كل حرف مع اللي بيشبهه. يلا يا أبطال، هاي حال إيش حرف هذا؟ هذا حرف E capital، هاي مع E capital. يلا اللي بعدها O capital مع O capital. احكوا الحرف وانتو بتوصلوا، هذا A capital مع نحطها مع A capital. C capital مع C capital. A small منحطها مع A small. C small منحطها مع C small. E small منحطها يا حلوين مع E small. وآخر شيء يا أبطال يا حلوين، O small منحطها مع مين؟ مع O small. هذول هم كلياته. واضح؟ كل واحدة مع مين؟ مع الحرف اللي بيشبهها. يلا listen and say، بمعنى اسمع وقل. شو ما بنسمع يا حلوين الحين؟ عيد ورا. يا Track 17 Unit 2 Period 3 and Period 4 Language presentation. What does Sammy like? He likes meat. What does Tala like? She likes chicken. إيش يعني what does Sammy like? ماذا سامي يحب؟ What does Zaid like? ماذا زيد يحب؟ بهذا الشكل. يلا مع بعض نشوف اللي بعدها. Track 18 Unit 2 Period 3 Activity 1 Listen and say What does Zaid like? He likes chocolate. What does Jamila like? She likes ice cream. طب ايش هون حكى يا حلوين؟ What does Zaid like? ماذا زيد يحب؟ He likes chocolate. هو يحب الشوكولاتة. What does Jamila like? ماذا جميلة تحب؟ She likes ice cream. هي تحب البوظة. شان الايس كريم البوظة. يلا اللي بعدها يا أبطال. Listen and say، اسمع وقل. يلا سامي likes meat. شو ماله سامي بيحب يا حلوين؟ شو يعني الميت؟ سامي بيحب اللحم. يلا واللي بعدها ما نعيد وراه. Track 19 Unit 2 Period 3 Activity 2 Listen and say What does Sammy like? Sammy likes meat. Meat. Meat, yes. What does Jamila like? She likes ice cream. What does Zaid like? He likes chocolate. What does Tala like? She likes rice. واضح يا حلوين؟ شاني what does like؟ ماذا هو أو هي تحب؟ البتكوية أو أي اسم بتكوية. يلا say قول. What does ماذا؟ وبعدها بتحط أي اسم بدك إياه. Like يحب. He هو. وبتيجي هون likes يحب. احكي اللي بدك إياه. Chocolate أو chocolate اللي هي الشوكولاتة. Rice أرز. Ice cream البوضة. وميت اللحم. طيب نطلع مع بعض. هنا write و say. شان write اكتب. وهنا ايه نصيحة
للمراقبين اللي بيحضروا الفيديو مع الأولاد الصغار، رجاء خلوهم هذول الكلمات يتعودوا على كتابتهم غيبا، مهم جدا. سيقول لو كان صعب عليهم شوي بس مرة على مرة بيكون أحسن. إيش يعني nuts؟ nuts بمعنى مكسرات. إيش يعني nuts بمعنى المكسرات؟ آيس كريم بمعنى البوضة. ميلون، إيش يعني الميلون؟ بنحبه بالصيف الميلون، البطيخ. شوكولات اللي بعدها يا أبطال بمعنى إيه؟ شوكولاتة. كنافة بمعنى إيه؟ كنافة. يلا يا أبطال بدنا نكتب كل واحدة ما تبعته. هذا إيش بنسميه؟ هذا شوكولات. يلا نكتب هون شوكولات. هيا شايفينها هاي؟ كتبوا لي إياها هون. هيا C-H-O-C-O-L-A-T-E شوكولات. طيب يلا اللي بعدها يا أبطال. يلا شو منسميه؟ هلا منسميه آيس كريم. شو اسمه آيس كريم؟ يلا نكتب هاي. هاي آي سي إي وبعدها إك آر إي أي أم. ليش هاي تحكي لي حرف السي لفظته إك؟ لأنه يا حلوين حرف السي مرات منرفضه إك باللغة الإنجليزية في مواضع محددة. يلا اللي بعدها إيش هذا بنحكي؟ كنافة. يلا هاي Q طلع K U N A F E H. كثير بيكون رائع إذا بتتدربوا بتكتبوهم هذول عن غيب وبإيديكوا، كثير رائع. اللي بعده يا حلوين هذا شو بنحكي له؟ ميلون. إيش يعني ميلون؟ ميلون بمعنى بطيخ. إيش يعني ميلون بمعنى بطيخ؟ إذا كان الخط مش واضح كثير تقدروا تنقلوهم هذولا من هون. رايت. يلا رايت. يلا نكتب والأسهل منه، كتابة سهل جدا. يلا نشوف المعاني هون. رايس بمعنى أرز، أورانج بمعنى برتقال، آيس كريم بمعنى بوضة، ديتس بمعنى تمر. شان الديتس التمر يا حلوين. Olives بمعنى زيتون، Apples بمعنى تفاح، Chicken بمعنى دجاج، كنافة بمعنى كنافة. طب كيف بدنا نعمل شيء زي هيك بتحكي لي؟ طلعوا يا أبطال، إذا كان ولد منحط هي. شو يعني هي؟ هو. Likes يحب. شو بيحب؟ بيحب شغلتين. طلع هذا شو بنحكي له؟ زيتون. شو يعني زيتون؟ Olives. And شو هذا بنحكي له؟ هذا تمر. شو يعني تمر؟ dates. هون dates. شو يعني تمر؟ dates. إذا هو بحب الزيتون والتمر. يلا نطلع اللي بعدها. هون بنوتة حلوة هيك زيكو. يلا شو هاي بنوتة؟ بنحكي لها شي. شو يعني شي؟ هي. هاي هي. وبعدها شو بنحط؟ likes. يعني likes تحب. She likes. شو بتحب البنوتة؟ طلع شغلتين، chicken. هاي chicken دجاج، and شو كمان بتحب؟ rice. شو يعني rice؟ أرز. طيب يا حلوين نكتب اللي بعدها، خلينا سهل لكم وما نغلبش حدا. يلا يا أبطال. يلا هذا ولد شو بنحكي؟ هي. هاي هي. وبعدها شو؟ likes. هاي likes. شو بيحب الولد؟ طلع بيحب التفاح. شو يعني تفاح؟ apples. طب مش بس بيحب التفاح، شو بدنا نحط كمان؟ and بمعنى و. شو بيحب كمان؟ orange. شو يعني orange؟ البرتقال. إذا هذا الولد الحلو بيحب إيه؟ التفاح وإيه؟ والبرتقال. واضح يا أبطال يا حلوين؟ بهذا الشكل. يلا نطلع اللي بعدها، نكتب مع بعض.
يلا البنوتة الحلوة هاي شو؟ بنحكي لها شي، شو بنحكي لها؟ شي. وبعدها بنحط لايكس بمعنى تحب، تحب شغلتين البنوتة هاي شو بتحب؟ طلعوا آيس كريم and تحب الآيس كريم and كنافة. شو بتحب البنوتة؟ آيس كريم وإيه؟ وكنافة. تحب البوضة وإيه؟ والكنافة. واضحة؟ هذا الخط بيكون أحسن من الكتابة بالقلم العادي. طيب يلا نيجي نطلع اللي بعدها سينك. يلا هون أغنية بدنا ياكوا تغنوا مع إيه؟ مع الأغنية. يلا يا أبطال يا حلوين نغني. Track 20 Unit 2 Period 4 Activity 3 Sing. طيب يا حلوين بتأمل الأغنية تكون حلوة وعجبتكم. What does he like؟ بمعنى ماذا هو يحب؟ نطلع هون على period 5 listen and say بمعنى اسمع وقل. يلا لنسمع وبدنا نحكي شو ما بيحكوا عيدوا وراهم. يلا Track 2 Unit 2 Period 5 and Period 6 Language presentation. He likes chicken and salad. She likes rice and meat. He likes ice cream and kunafa. She likes fish and chocolate. طب إيش يعني يا حلوين she likes fish and chocolate؟ شو يعني she هي؟ likes تحب، شاني fish السمك و chocolate الحلوى، تحب السمك والشوكولاتة، هاي هي فكرتها. طيب يلا يا أبطال نطلع اللي بعدها. Track 22 Unit 2 Period 5 Activity 1 Listen and say She likes rice and fish. Who is it? Hi, who is it? Tala. Tala. He likes olives and nuts. Who is it? It's Jamal. Here is Jamal. She likes chicken and salad. Who is it? It's Wafa. He likes ice cream and chocolate. Who is it? It's Sammy. واضحة يا حلوين؟ Who likes chocolate and ice cream؟ من يحب إيه؟ الشوكولاتة والبوضة. It is Sammy. إنه سامي أو بتيجي بتحكي He is Sammy. هو سامي كأصا. Listen and say بمعنى اسمع وقل. برضو بدنا نعيده نفس الحكي. يلا نعيد وراهم. Track 23 Unit 2 Period 5 Activity 2 Listen and say What does Sammy like? He likes ice cream and chocolate. What does Wafa like? She likes chicken and salad.
What does Tala like? She likes rice and fish. What does Jamal like? He likes olives and nuts. طيب يا حلوين, What does Sammy like بمعنى ماذا سامي يحب؟ He likes, هو يحب, ice cream البوضة and و chocolate الشوكولاتة. هاي هي فكرته. يلا نطلع يا أبطال على say. شو يعني say؟ قل. يلا. She likes chicken and salad. هي تحب الدجاج والسلطة. طب I like, أنا أحب. يلا احكي عن حالك, إيش بتحب؟ تيجي بتحكي I like chocolate and ice cream, أنا بحب الشوكولاتة والآيس كريم. أو بتحكي I like oranges and meat, أو بحب البرتقال واللحمة. واحكي اللي بدك إياه. يلا count and write بمعنى عد وأكتب. يلا منعد وبدنا نكتب. يلا منعد قد عندنا النتس. شو يعني النتس؟ مكسرات. قد عندنا مكسرات؟ يلا نعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. عندنا نتس 13. يلا dates, تمر. قد ايه عندنا تمر؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. عنا 11, 11 نكتبها. olives, او بتحطهم شحطتين اللي بدك اياه, يعني حطيتهم هيك تمشي. olives زيتون. كم من زيتون عنا؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. عنا 12. شو يعني 12؟ 12 زيتونة. يلا trace and write, تبع أو علم وأكتب. لك يعلمها أكتبها, المهم تعبيهم. يلا هذا الحرف شو بنحكي له؟ E. طالع من وين بنكتب؟ هيا هون E small. وهاي شو بنحكي لها؟ E capital. هاي واحدة هون وواحدة هون. يلا هاي التانية E small, وهي نحكي لها اي ايش؟ اي كابيتال. طيب كيف بكتبها؟ كثير مهم تركيب بكتبها. هذا الحرف الدوري شو نحكي له؟ او. حرف الايش؟ حرف الاو. هاي او, هذا او كابيتال او سمول. كابيتال يعني كبير وسمول يعني صغير. يلا هذا حرف الاي, اي. هذا حرف الاو, اي او, E O, بهذا الشكل. Play, العب, بيكون آخر إشي. ديروا بالكم يا حلوين, احفظوا الكلمات أول بأول وتدربوا على الكتابة وتدربوا على كتابة الأحرف. نراكم في وحدة قادمة, إلى اللقاء.